الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الشيخ بخيت كان نائل عن جمع الجوامع هو غالبا جمع الجوامع لانه قال تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. طيب نقل الى معنى اخر عند الشيخ السبكي مسهل الموضوع قال لي والله يا اما يكون موضوع لكل معنى من تلك المعاني بقى مشترك يا اما موضوع لمعنى ونقل الى اخر يبقى حقيقه ومجاز وانتهينا. الشيخ البيضاوي قال لي لا اذا نقل لمعنى اخر ننظر بقى إذا كان النقل لعلاقة واشتهر في الثاني يبقى منقول عنه ومنقول إليه. طب منقول لعلاقة ولم يشتهر في الثاني يبقى حقيقة ومجاز. احنا قلنا ان لا حاجة لإيه لهذا التقسيم الزائد وكان كفاية قوي انك تقول لي موضوع لكل معنى يبقى مشترك موضوع لبعض دون بعض يبقى حقيقة ومجاز وتسهل على الناس وتمشي على طريقة الأصوليين. طيب مفيش مشكلة، المهم عرفنا اصطلاح البيضاوي وعرفنا اصطلاح الأصوليين. نمشي مع الشيخ البيضاوي بقى فبيقول وإن لم يوضع لكل واحد بل وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره نظر، لأن يعني إحنا هننقله من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. الشيخ الإسناوي تعرض إذا كان النقل لا لعلاقة، الشيخ البيضاوي في المتن لم يتعرض لهذه الإيه القضية أو لهذا الاحتمال. فإن كان لا لعلاقة قال في المحصول فهو المرتجل. الشيخ البيضاوي قال لي ايه؟ قال لي فان نقل، فان كان لعلاقه واشتهر او كان لعلاقه ولم يشتهر. طب ان كان النقل لا لعلاقه هو اللفظ موضوع لمعنى ثم نقلته للاستعمال في معنى اخر من غير ان تكون هناك علاقه بين الاول والثاني، في حد يمنعني؟ في مانع؟ مفيش مانع، انا حر. جيت عملت فن جديد من الفنون كويس وجيت على لفظ مشهور في اللغه واستعملته ووضعت مصطلحات خاصه بيا بدون اي علاقه. ها؟ الاصطلاح لا يعلل، الله يفتح عليك. وان كان الغالب ان بيكون في علاقه بين الايه؟ المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، المناسبه يعني، مش الغالب كده؟ لكنها ليست مشترطه. وعشان كده هم احنا الاسبوع الماضي احنا كنا ذكرنا ايه ان القاعده المشهوره لا مشاحة في الاصطلاح، لكن قلنا ان دي ينبغي انها ايه يضم اليها قاعده اخرى عشان ما يبقاش كده كل من شاء ان يصطلح يصطلح. ايه القاعده الثانيه؟ ان قلنا تغيير الاصطلاح من غير حاجه او ضروره في قوه الخطا عند المحصلين، لان لو غيرنا الاصطلاح بدون حاجه وبدون ان نفصح عن هويه الاصطلاح الجديد ده من شأنه انه يعمل ايه؟ لبس ولا ويحصل لخبطه كده في العلم. تمام. فالشيخ بيقول ايه؟ بيقول فإن نقل أو ثم نقل إلى غيره، نظر فإن كان لا لعلاقة، ليس هناك علاقة بين المعنى الأول والثاني، قال في المحصول الشيخ الرازي قال فهو المرتجل. يبقى ده هيسمى ايه عند الإمام الرازي؟ يسمى ايه يا شيخ حسب الله؟ مرتجلا. واستشكله القرافي. تمام. الشيخ اسمه ايه؟ عبد الله عبد السميع محمود. تمام. يبقى عبد الله وعبد السميع ومحمود والشيخ احمد بدر. انت كنت معانا يا بدر؟ اسامه. وانت ايضا كنت معنا، ما اسمك؟ محمود. محمود واحمد. عارف ايضا من جنوب شرق اسيا. نعم. من اي البلاد؟ اندونيسيا. انت طبعا حسب الله علم. الشيخ سيد
نعم والمشايخ. طيب بيقول لي فهو المرتجل واستشكله القرافي. القرافي استشكل كلام الإمام الرازي. طب إيه وجه الاستشكال؟ وجه الاستشكال بس من قبيل التسمية، استشكاله في التسمية مش استشكاله في المعنى. القسم ده موجود شيء ما أبين على الأقل كاحتمال عقلي. احنا هنا في علم الأصول على طريقة الشافعية أو على طريقة الجمهور أو على طريقة غير الحنفية أو على طريقة المتكلمين، دي كلها اسم أسماء للإيه؟ للطريقة اللي احنا بندرسها. نناقش القواعد بطريقة نظرية بقطع النظر عن وجود ما صدقات لها في الخارج أو لا، تمام؟ فالقسم ده على طريقتنا هذا موجود ولا مش موجود عقلا يعني؟ لو بقى ما صدق في الخارج ده ما يخصناش، يعني في فرض خارجي ولا لا؟ بيجي واحد يقول لي طب انا عايز مثال. لا دي مش ليست ايه؟ ليست طريقتنا. طيب يقول لي واستشكله القرافي بان المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع اي الذي لم يتقدم له وضع. اللي ذكره الشيخ الرازي ايه؟ لفظ وضع لمعنى ثم استعمل في معنى اخر لا له علاقه، هذا سماه ايه؟ مرتجلا. فالشيخ القرافي قال له لا، ده المرتجل في الاصطلاح هو المخترع، اللفظ المخترع اي الذي لم يسبق له ايه وضع. انا مالي وما لو احنا في اللغه دلوقتي، تمام؟ في الاصطلاح المرتجل الذي لم يسبق، يعني تروح جاي اي كلمه كده ماشي حنبلوز مثلا فتقول والله انا هسمي هذا كذا او هذا المعنى ساسميه حنبلوزا، ماشي؟ يبقى ده مرتجل ولا مش مرتجل؟ مرتجل. ها هو بيقول لا ده المشهور يعني ان هذا يسمى مرتجلا. لكن الشيخ الرازي بيقول طب افرض مثلا الاسد هو الحيوان المفترس مثلا، وجيت والله انا ايه في علم من العلوم عمليه من العمليات الكيميائيه والفيزياء سميتها اسدا مثلا، يبقى ده سيكون على طريقه الرازي مرتجلا. وهنا النقل لا علاقه، مفيش علاقه بين الاسد وبين العمليه الكيميائيه دي مثلا، تبخر شيء تجمد شيء هسميه اسد، يبقى انا استعملت الاسد في غير معناه ولا لا؟ ومفيش علاقه، هذا هيسمى مرتجلا. فالقرافي بيقولوا لا ده كده هذا اللفظ قد سبق له وضع انه وضع لمعنى اخر، لكن ده المرتجل الذي لم يسبق له وضع. يعني اي لفظ مثلا لم يسبق له وضع، ده كلام الشيخ الايه القرافي. لكن ده اعتراض من القرافي على وجود هذا القسم ولا مجرد على اعتراض على التسميه؟ يبقى ان هذا القسم لم يتعرض له البيضاوي، سماء سميناه مرتجلا او لا. طيب واستشكله القرافي بان المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع اي لم يتقدم له وضع. قال واما تفسيره بما قاله الامام فغير معروف. التفسير الذي ذكره الامام مين؟ الرازي. لا الامام اذا اطلق يبقى الرازي. واما تفسيره بما قاله الامام اي الرازي فغير معروف، تمام؟ ولم يذكر المصنف اللي هو مين؟ البيضاوي هذا التقسيم، ولعله لهذا السبب لم يذكر هذا التقسيم بكل ايه اقسامه الموجوده عند الامام الرازي، اللي هو اذا نقل لا لعلاقه. طيب بيقول ولعله لهذا السبب، هو الان يعتذر عن الامام البيضاوي، يقول والله البيضاوي اعرض عن ذكر هذا القسم لهذا السبب. ايه هو السبب؟ لا بيقول ولعله لهذا السبب، يعني لعل البيضاوي اعرض عن ذكر هذا القسم اللي هو ايه النقل لا لعلاقه لهذا السبب. هو الان يعتذر ويقول لعل السبب في ان البيضاوي لم يذكر هذا القسم كذا وكذا. ايه هو السبب؟ مش تعريف الرازي، هو تعريف الرازي هيكون سبب في اعراض البيضاوي عن ذكر هذا القسم؟ لا اعتراض القرافي على الرازي، لان هو لو دلوقتي كلام الرازي معترض عليه ولا لا؟ كلام الرازي معترض عليه من قبل مين؟ قرافي. طب لو البيضاوي ذكر هذا القسم سيتوجه اليه نفس الاعتراض ولا لا؟ فالشيخ الاسنوي بيقول ايه؟ ممكن ايه؟ ممكن يتوجه
نفس اعتراض القرافي. فبيقول لعل البيضاوي أعرض عن ذكر هذا القسم لهذا السبب لئلا يتوجه إليه اعتراض القرافي. يقول لعل إيه؟ لعل هذا هو السبب. طبعا يعني هذا التعليل من الشيخ الإسنوي يمكن أن يقال عنه إنه إيه؟ تعليل عليل. لماذا؟ لأن هذا القسم الذي ذكره الشيخ الرازي هو قسم موجود صح؟ سواء أسميناه مرتجلا أم لم نسمه، يبقى صنيع الرازي سليم لا غبار عليه، ممكن تكون المؤاخذة في التسمية، فمؤاخذة في التسمية إيه؟ لا، ما هو أعرض، مش لم يعرض عن التسمية، ده أعرض عن القسم كله. لا، لا يصلح أن يكون جوابا. هو الشيخ البيضاوي لو ذكره وسماه باسم آخر خلاص، أو يتمسك بتسمية الرازي ويفصح عن المراد وانتهينا. لكن هو القسم الذي ذكره الإمام الرازي قسم موجود ولا غير موجود؟ خلاص، يبقى صنيع الرازي لا غبار عليه، قد نؤاخذه بالتسمية، وله أن يتمسك أيضا بالتسمية ويقول والله أنا أوضحت المراد، أو يتوسع في معنى المرتجل يقول لا أنت ليه قصدت المرتجل على الذي لم يسبق له وضع. وهنا ممكن يقول والله ما ده برضو فيه اختراع، لأن أنا عشان أنتقل من معنى إلى معنى لابد من وجود العلاقة، لكن مع انبتات مع عدم وجود العلاقة، إما مع عدم وجود العلاقة مع وجود مع تقدم الوضع أو لا مع تقدم الوضع، فكلاهما لا علاقة. فممكن يدعي كده يقول والله طب ما أنا ليه يعني هذا وإن كان مشهورا، لكن لا مانع من إن إحنا نتوسع ونفصح عن المراد بالاصطلاح، ونقول والله ده المرتجل هو الإيه الذي استعمل في معنى من إيه لا لعلاقة، سواء انتفت العلاقة لعدم وجود وضع أول أو انتفت العلاقة مع وجود وضع أول. لكن احنا أو يسميه اسم جديد، يعني كان ممكن البيضاوي يخرج من هذا ويضع له اسما جديدا، لكن يبقى أن هذا القسم موجود، هذا المعنى موجود، هذا الاحتمال العقلي موجود، تمام؟ فلا يصلح جوابا عن الاعتراض لو اعترض معترض على البيضاوي وقال له يا إمام لما لم تذكر هذا القسم، فلا يصلح هذا جوابا لأن هذا القسم موجود سواء أسميناه مرتجلا أم غير مرتجل. طيب، يبقى هذا القسم لم يذكره الإمام البيضاوي اللي هو إيه الذي استعمل في معنى ثان لا لعلاقة، تمام. طيب يقول وإن نقل لعلاقة، يبقى الشيخ الإسنوي قال إن نقل لا لعلاقة، ثم قال وإن نقل لعلاقة بين الأول والثاني فإن اشتهر في الثاني، أي بحيث صار فيه أغلب من أي صار فيه أغلب من الأول كما قال في المحصول، لأن نحن قلنا ممكن ينقل للثاني ويكون أشهر في الثاني أو أشهر في الأول. طيب إن نقل في الثاني وكان أشهر في الثاني، قال لي وذلك كالصلاة، احنا قلنا زي الألفاظ الشرعية، سمي بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه، وبالنسبة إلى الثاني منقولا إليه، فهو منقول عن المعنى اللغوي إلى ومنقول إلى المعنى الشرعي، إما شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا بحسب الناقلين كما سيأتي إيضاحه. لأن دلوقتي طالما في نقل، هيكون في نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، إذن لابد أن يكون هناك ناقل، مش كده؟ طيب هذا الناقل إما أن يكون الشارع أو لا، فإن كان الناقل هو الشارع يبقى المنقول إليه ده يسمى إيه؟ يبقى النقل المنقول إليه يسمى منقولا إليه ويسمى شرعيا. احنا قلنا مثل الألفاظ الشرعية ده مثال فقط، لكن ممكن يكون الناقل غير الشارع. طيب الناقل غير الشارع يبقى الناس يعني، مش كده؟ فإما أن يكون الناقل معروفا أو لا يعرف له ناقل معين، صح؟
طيب إذا لم يعرف له ناقل معين يبقى ده إيه؟ ألفاظ عرفية عامة. زي إيه؟ زي نقل لفظ الدابة. الدابة نقلت من إيه؟ في اللغة أصلا الدابة بتطلق على إيه؟ إيه؟ كل ما يدب على الأرض، مش كده؟ كل ما يدب على الأرض يشمل إيه يا شيخ؟ قلت لي أحمد يشمل إيه كل ما يدب على الأرض؟ يعني يشمل كل ما يدب على الأرض زي الأسد والفرس ومش كده؟ طيب ويشمل أيضا الطير ولا ما يشملش؟ ويشمل السمك؟ يشمل السمك كمان في اللغة هي غد؟ مش تدب على الأرض، هو في اللغة الدابة تشمل كل هذه الإيه؟ اللغة اللفظ الدابة وضع للدلالة على كل ما يدب على الأرض، وقالوا بأنه يشمل إيه؟ السمك في الماء والطير في الهواء والإيه؟ وما يسير على الأرض والبر. ده في الإيه؟ في اللغة. لكن في الاصطلاح في الأسف في العرف العام ذوات الأربع، مش كده؟ طيب هل يعرف ناقل معين نقل هذا اللفظ من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى؟ لا. ولكن مشهور كده يعني إن هي ذوات الأربع، تسأل تعدي في أي حتة ذوات الأربع، مش كده؟ تعدي على بتاع القصب الدب يقولك ذوات الأربع، تسأل مش عارف مين بتاع الجرايد يقولك ذوات الأربع، مش كده؟ طيب ليه ده هتقولك ده أجهل من دب؟ طيب يبقى ده هنا إيه ده؟ لا يعرف له ناقل معين، يبقى ده الإيه؟ يبقى ده العرف العام أو معاني ألفاظ أو معاني عرفية عامة. طيب يقول لي أو خاص، يبقى هنا أو خاص الناقل معروف، مثاله اصطلاحات الفنون. أشوف بقى اصطلاحات الفنون مثلا العلة في اللغة معناها إيه؟ لما أروح لمصطلح الحديث ألاقي لها معنى، أما أروح علم الكلام ألاقي معنى، أما أروح أصول الفقه ألاقي معنى. هنا إيه؟ الناقل معروف، فدي بقى تبقى إيه؟ معاني عرفية خاصة. والمعاني العرفية الخاصة المقصود بها ايه؟ اصطلاحا. عشان كده ايه؟ تلاقي احيانا في الكتب يقول لك اصطلاحا المعنى لفظ كذا، يقول لك لغة معناه كذا واصطلاحا معناه كذا، تمام؟ تلاقي بعض الكتب يقول لك لغة كذا وعرفا كذا. بعض من قل علمه يقول لك لا، كان الاولى ان يقول اصطلاحا. لا مش اولى ولا حاجة، هو عرفا فعلا، ما ده عرف خاص. عشان كده تلاقي بعضهم يقول لك ايه؟ لغة واصطلاحا، وبعضهم لغة وايه؟ وعرفا. المقصود به هنا مش العرف العام، المقصود به العرف الخاص. العرف الخاص هو عرف ايه؟ زي اصحاب ذلك الفن، تمام؟ وبالنسبة للثاني منقولا اليه، اما شرعيا ان كان الناقل هو الشارع، او عرفيا عاما ان لم يعرف له ناقل معين، او خاصا ان نقله ناقل معين زي ايه؟ اصحاب الفنون، بحسب الناقلين كما سيأتي ايضاحه وتمثيله في حد المجاز. ليه قال لي في حد المجاز؟ لان قلت لك بقى كون على ذكر ان ايه؟ ان المعاني الشرعيه والمعاني العرفيه العامه والمعاني العرفيه الخاصه مجازات لغويه. ولاجل انها مجازات لغويه قلنا لك من الاول كان يقسم ويقول لي ايه؟ حقيقه ومجاز وخلاص. طيب. نعم. هو بقى عند الاصوليين كده، هو الشيخ بيسأل عن الحد، فبقول في اصطلاح عند الأصوليين الحد هو مطلق التعريف. في المنطق الحد إيه يعني؟ عند المناطق التعريف بالذاتيات، مش بيقسموا التعريف إلى حد ورسم وتعريف لفظي، والحد إلى حد تام وحد ناقص، والرسم رسم تام ورسم ناقص. لكن عند الأصوليين الحد هو مطلق التعريف عند الأصوليين، ومعنى أنه هو مطلق التعريف يعني هيكون شامل ليه؟ إيه؟ هيكون شامل للحد والرسم، تمام. فاهمين يعني ايه الحد عند الاصوليين مطلق التعريف؟ طيب. واعلم ان اشتراط المناسبة في المنقول مردود. يعني هو الشيخ بيقول يعني ده تحكم ليس عليه دليل، ان يكون في مناسبة بين المنقول اليه والمنقول عنه مردود. فان كثيرا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقول عنها. طيب هو لما انت عم الشيخ بتقول انه لا تشترط المناسبة، ما تقصد
الحد عند الأصوليين هو مطلق التعريف. مطلق التعريف يعني هو يقابل عند المناطق القول الشارح. قول الشارح عند المناطق يقسمونه إلى حد وإلى رسم. الحد التعريف بالذاتيات، والرسم التعريف بالآثار والخواص. كل هذا يسمى في لسان الأصوليين حدا، فتجدهم يقولون وحده كذا، ثم لا يكون المذكور رسما وليس حدا. ليه؟ لأنه عندهم الحد معناه مطلق التعريف، أي تعريف يسمى حدا عند الأصوليين، وعند غيرهم كذلك من النحاة والفقهاء كل هذا يسمى حدا. لكن الحد وقصره على التعريف بالذاتيات إنما هو صنيع المناطق. راعى اصطلاح المناطق، ما فيش اشكال. طيب الشيخ بيقول: واعلم ان اشتراط المناسبه في المنقول مردود. طيب طالما يا عم الشيخ الاسلام انت بتقول اشتراط المناسبه في المنقول مردود، يبقى بتذكر لنا ليه القسم الاولاني ان كان لا لي علاقه؟ خلاص اذا كان الاشتراط المناسبه يعني مردود، يبقى البيضاوي نقول له بس لا تشترط المناسبه، ويبقى دخل معاه القسم اللي هو ايه الذي لم توجد فيه علاقة، صح؟ طيب فبيقول لي: واعلم أن اشتراط المناسبة في المنقول مردود، فإن كثيرا من المنقولات لا مناسبة بينها، لأن اشتراط المناسبة هذا لا دليل عليه، هو يعني الغالب والأعم والكثير أن تكون هناك مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه الأعم. لأنه هو ميجي مثلا واحد بيضع فن أو بيضع مبحث جديد، يضع مبحثا جديدا ويريد أن يدع أن يضع ألفاظ لبعض المعاني العلمية، فالغالب أن هو يعني إيه طبيعة البشر هكذا بالنسبة للفنون، يعني الغالب أن هو يعني يذهب إلى المعاني التي أو الألفاظ التي تكون معانيها متعلقة أو متناسبة مع المعنى الذي يريده، ده الغالب على البشر كده، صح؟ الله جل جلاله عندما يستعمل الألفاظ يعني يراعي أحوال البشر، بأن ده يكون أسهل للفهم بالنسبة للبشر، فهو الغالب أن تكون هناك مناسبة. لكن هل لابد لكل ناقل أن يراعي وجود المناسبة؟ هل يجب عليه ذلك؟ لا لا. عشان كده بيقول لي الشيخ بيقول لي إيه: فإن كثيرا من المنقولات لا مناسبة بينها. أولا الواقع ده على كلام الشيخ الإسناوي، الواقع أن هناك منقولات ولم توجد بينها وبين المعاني اللغوية مناسبة. ثم أنه يقال أيضا أنه لا دليل على اشتراط المناسبة. فالشيخ بيقول: فإن كثيرا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقول عنها. ألا ترى أن الجوهر لغة، ضرب مثاله، ضرب مثال ليه؟ لألفاظ منقولة ولا توجد مناسبة بينها وبين المعاني اللغوية. فبيقول: ألا ترى أن الجوهر لغة هو الشيء النفيس، صح؟ ثم نقل ده في اللغة كده، ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العرض، مش في علم الكلام، في الجوهر والعرض، والجوهر إيه ما يقوم بنفسه، والعرض إيه ما يقوم بغير، لكن هو الجوهر في اللغة معناه إيه الشيء النفيس. فبيقول: والله أدوي معناه الشيء النفيس، ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العرض وهو القائم بنفسه وإن كان في غاية الخسة. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، حرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.